سنقف الآن خطوة بخطوة على أحد التصريحات التي قد تستغربونها. سيباراسيون تاع بين شعر طويل وشعر قصير هو هي الزيغا. الزيغا مهمة بزاف في ليكوب، بزاف مهمة وتبين لاكوب تاع لا كليون تاعك. فوالا هذه هاي ليك زيغا، هاي الشعر تاعو تاع ديغرادي، الشعر تاعو هنا راهي قصيرة هنايا، هاي ليك باك هنا احنا نخدموها هنا بالمقص. هي واش خلاتنا باش نخدموا في شعر قصير؟ سي زيغا، لا سيباراسيون تاع الشعر بين طويل وشعر قصير. موضة الشباب اليوم لا تقتصر على قص الشعر، بل حتى ترطيب الشعر وتلميعه بمثل هذه المواد. باش نيفيتيو زيغا باسكو باللام باش ما تحرقوش. هنا كي يكون دي باسكو كي دي يكون دي زيغا باللام، سي ما نقيسوهالوش. ابري نديرو له عفسه ديك كرام هنا من الله في الجبهه ديالو باش ما تحرق. لو كان تقيس لابو دوك تحرقو يتحمم هو يحس بالحرق في راسه. كابابل غدوه غدوه تخرج له القشره. حنا ماهيش حايبين الشيء هذاك ان شاء الله. كاين باسكو لا بريبا تاع الحفافين كيدير ما على بالوش، هاد باك يدير ليساج وخلاص هاك شايف. ليساج تما انت اللي دير لابو هاك. بزاف سين حنا نقيسو ولا راسل واشنو ماشي اونفونس. شو نخدمها له غير تما باك حنا دوكا. لا خلينا نفهموا واش الدونجي تاعها. هذه الدونجي تاعها باسكو يقدر يديرها شاك فوا يحفف. نو لا لا كيراتي ليساج هذايا يديروه شاك 3 موا. 3 موا سي قانونيين ليساج تاعو قانوني 3 موا تما تشوف اللي هي تاعو بدا شغل اللي بداو ينقصوا. هذا يشد 3 موا في شعر بنادم. 3 موا لو ماكسيموم سيتو لا بريود تاع الشتاء. الصيف نقول لك يشد شهر ونص باسكو باك البحر لا بيسين اي تو كدايا مام دي كيراتين تروح لك. الانسان ما نكذبوش على روحتينا ولا نستهزاو بالكليون. صالحو كليون خير صالحو قال خويا دوك يجي عندي هدايا قال لي فوالا نحب ندير كيراتين راني في زمان صيف يا خويا جي فريبا نصحو. قال خويا انا سي ما ديرهاش في الصيف سي ديرها في الشتاء خير سي ميو. كي ديرها في الشتاء علاش؟ في الشتاء ماكش راح تعوم باسكو البرد بيان سور فوالا. وليساج سي لو مام سي كيراتين وليساج سي كيف كيف وشنو الكيراتين سي بويسونس على ليساج. هذه ناقصه شويه قلت لي يديرها شاك 3 موا على باش باسكو ليفي تاعها يروح 3 موا يروح وي بليس ماشي ما ديرش دونجي عليه ولا ما ديرش دونجي عليه ما ديرش دونجي عليه صافي دير في 3 موا. بصح كان يديرها شاك شهر زوج خطرات في شهر سي دونجي على لابو تاعو يحكمو قدر الله ما شاء فعل. هذاك حنا بان ماناش نحلحقوا هذاك انايا كحفاف نصح كليون تاعي ما زعما اليوم راني درت له صار على شهر يجي يقول لي رابح اني حاب ندير ليساج نقول له نو. لا باسكو فيها الدونجي تاع فوالا ماشي بعد ما يشوفش دراهم تاع الكليون يقعد كليون نقول له نصحو باسكو هو الكليون ديالي قال لي فوالا هاد ليساج هي تندال استعمل 3 موا للهي صافي دير خطره في 3 موا يعطيك الصحه باش نيفيتي لا ماضي تاع لا كليون تاعي يكون اليس شعره ما يطيحش توجور بيان اي ابخي هو وحده يمرق. يقوم ايضا بعض الشباب في الجزائر باستعمال تقنية تنظيف البشرة للظهور بأبهى منظر. رابح يستعمل المنشفة لتحضير الوجه كما أنه يولي اهتماما كبيرا بتخصيص كل منشفة لصاحبها.